وعاملين ايه؟ العربية اللي معانا دلوقتي دي تويوتا لاند كروزر، موديل طبعا 2022، وارد الامارات زي ما حضراتكم شايفين كده، خليجي. العربية طبعا موجودة في مصر هنا، يعني استيراد من دولة الامارات في مصر. طبعا العربية دي جي اكس ار 6 سلندر 2022، لونها ابيض. تمام، العربية طبعا مطلوب فيها 5,250,000. العربية طبعا بتكون 4000 سي سي، ودي مواصفاتها الفنية زي ما حضراتكم شايفين. تويوتا لاند كروزر السيريز بتاعها 300، وده سيريز تكمل سيريز 4000 فور دبليو دي 5 دورز زي ما حضراتكم شايفين اهي. طبعا بنزين، استهلاك الوقود 9.4 كيلو متر، طبعا لتر كل كيلومتر. نوعها طبعا لايت تراك، لان هي من مركبات الدفع الرباعي و4 سلندر. شكرا لكم، وقبل ما تخرج من الفيديو بالله عليك استحلفك بالله انك تعمل اشتراك وكمان تدوس لايك، ولو محتاج اي مساعده تقدر تشرفنا في معرض سيارات عبد الله في 30 شارع احمد عرب المهندسين. شكرا لكم ومتابعتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.